ناقده وهو زميلنا علي بن هادي، نوجه له كل التحية والتقدير طبعا. الله يوفقك. والمحيط الهادي، هو والله ان المحيط الهادي يستاهل، لكن احنا قلنا ان الختام ما يكمل بدون المحيط الهادي، ولذلك هو معانا الان في اتصال مرئي من الطائف. حياك الله يا علي. يا مرحبا ومسهلا يا ابو محفوظ. والله اللي والله اللي نورت يا علي، ومرحبا مليون الله. ومبارك لك النجاحات يا علي، الله يزيدك يا رب، جعل والديك في الجنة. وشكرا على كلامك الطيب. لا انت اخو العيال دقيقة عادي طيح، احنا برنامجنا عادي. شكرا على كلامك الطيب، تستاهل والله يا علي. يا توترت من الكلام الزين المقدمة الطيبة. يا مرحبا بك يا ابو محفوظ، والله اني حرصت اني اكون متواجد، بيض الله وجه الشباب والطاقم اللي يعني قايمين على البرنامج، اللي طال عمرك رخصوني قالوا كمل ذا البرنامج، وسعيدين وفخورين طال عمرك بهذا النجاح، الله يبيض وجيهم. الكلام في خاطري واجد، لكن خلني اسمع منكم عقب اقول لكم اللي في خاطري. الله يحييك والله يا علي. احنا ابد قلنا اليوم ختام، وسمعنا من كل شخص يعني كلمه يعني في ختام هالبرنامج، وتحدثوا الشباب يعني عن بعض مشاعرهم في هالختام. انت صراحه يا علي كنت اضافه بلا شك في البرنامج من غير قصور في البقيه، وكان لك روحك المختلفه وتواجدك المختلف بلا شك، وتميزك من خلال حضورك وقصائدك وكل مشاركاتك وسوالفك واطلالتك الجميله في كل حلقه وفي كل اسبوع تقريبا اكثر من 4 شهور، وانت ما شاء الله يعني من اكثر الشباب ايضا كنت التزام، ولعلك الان في عذر واكيد انك معذور. نبي نسمع شيء ان كان عندك من كلام في الختام، ان كان في احد في راسك ودك على ما قال تجلده تنتقم منه تعطيه من العبارات اشدها، بدون ذكر اسماء، لكن انا بدون ذكر اسماء مني، لكن انا اود انك تذكر الاسماء هذه بلا شك. شك تضحك غير جبر يعني. طيب لا انت ابو محفوظ على كلامك الطيب، جعل والديك في الجنه وما عليك زود، والله يرحم والديك. الكلام في خاطري والله انا واجد. اولا اشكر المدير التنفيذي، اشكر مروان السيد، اشكر صالح العمري ابو غيث، اشكرك ابو محفوظ، اشكر محمد ناصر ابو هيثم، اشكر اخواني اللي معي في البرنامج، ربيع القحطاني والله نعم، عبد الوهاب الرسي والله نعم، ما عليك زود، محمد الزعيفي والله نعم، عادل الحربي والله نعم، جبر المداري والله نعم. من مكاسب ذا البرنامج اللي عرفنا عليهم اكثر واكثر، البرنامج ذا استفدنا منه الشيء الواجد، وان شاء الله حنقدم له الشيء اللي يفيد المشاهد. اما بالنسبه في كلام في خاطري، بس قبل اني اسج منه ابي اشكر طال عمرك صالح العمري ابو غيث، قبل كم يوم غرد في التويتر تغريده لي في مهرجان الطائف، وايضا ابو هيثم بيض الله وجهه، وايضا مروان السيد اللي متواصل معي في الواتساب والسناب في كل دقيقه وكل ثانيه يمدح ويثني. فهذا دل على بيئه هذا الكيان النظيفه، دل على بيئه هذا الكيان اللي طال عمرك يفرحون للشخص اللي يتواجد معهم ويشوفونه في نجاحات اخرى. والله لو اتكلم منا الين تطلع الشمس من غرب نماء في قناه المجد حقها، تعامل، أخلاق، إخلاص في العمل، قدموا لنا الشيء الواجد اللي خلوني أنا يا علي إلى الآن والله أني أثني ولا عمري ندمت أني دخلت برنامج آخر كلام، اللي استفدنا منه الشيء الواجد. قدمنا إن شاء الله الشيء الطيب من قصايد، من سوالف، استنسنا، استمتعنا، انبسطنا مع أخواني اللي أنا ما أجي إلا من بعدهم، هم سابقيني على القصيد وسابقيني على السوالف وسابقيني على كل علم طيب، وأنا والله أني ما غير أكمل الشيء اللي هم يسوونه. فشكرا شكرا ما توفيكم حقكم، ما نقول وداع لكن بنلتقي إن شاء الله قناة المجد، ما لنا عنها غناء لازم نحن نجيهم، سواء جيناها في برامج ولا جيناها مضيوف، ناشفيلهم ناشفيلهم ما حنخليهم. يا حبي لك والله يا علي، كلامك جميل. وإذا في أحد من الشباب يعني تفضل يا جبر. جبر بيوجه لك نداء. يا مرحبا يا أبو هادي، تبقى وتحيا براجح، وبارك لك على النجاحات اللي قاعدين نشوفها، ومن حصل له شيء يستاهله، ابدعت وتميزت، وبلا شك ابو هادي اضافه في كل مكان يجي فيه. تزاملت انا وياك في برنامج، في اكثر من برنامج، في برنامج جنتل، في برنامج الروشن، وفي برنامج سوق القريه، وفي قناه المجد، وهذه من ابرك الساعات، وانت غالي يا علي. وطبعا هو بما انه اكثر واحد يجي بيني وبينه تتش في البرنامج بخصوص المباني،
لكن بحكم الميان اللي بيني بينه عسى ربي يوفق يا ابو هادي ومن نجاح لنجاح عسى ربي يوفق ذا الوجه ان شاء الله. وياك تتراجح جعل وديك الجنه، اما مبناي اليوم اخذوه كله لا تخلون فيه شيء. ترى جبر يا يا ياك حلان مسيت بالخير. ترى جبر قال الكلام اللي في خطرنا الحقيقه، انا ممكن هذا اول برنامج يجمعني بك، ولكني سعدت حقيقه بهذه الفرصه وسعيد بها جدا جدا جدا، وانت من مكاسب الحياه بغض النظر عن الاعلام وبابه، لانك رجل، والرجل حنا نبحث عن الرجل بمعنى الكلمه، نبحث عن خوته، نبحث عن صحبته، نبحث عن رفقته، ففخور طال عمرك بهذه الفرصه، واهنيك على كل ما تقدم في هذه الفتره، واهنيك طال عمرك على كل ما تقدم سواء في هذه الفتره او في كافه فتراتك الاعلاميه، ناجح، والناجح طال عمرك ما نقول الا الله يوفقه. تعال وداك الجنه يا ابو محمد، ولا انت والله انك لا انت ولا ابو راجح ولا الشباب اللي عادهم يتكلمون، والله انكم مكاسب الدنيا وانكم رجال ونعم رجال، والله اني اقولها صادق. ولا انت يا ابو محمد الله يسعدك يا علي، ما والله الحقيقه افتقدناك في نهايه الحلقات، ولكنك ما شاء الله قمر مشع في الطائف، وما شاء الله جهودك واضحه ونجاحاتك واضحه، عسى الله يوفقك ويسهل امرك يا حبيبنا. جعل والديك الجنه يا عبد الوهاب، رحم الله والديك، مع انك ترى اكثر شخص للامانه اكثر شخص مظلوم في البرنامج. تسلم. معادينك ومحاربينك وانت رجال طيب وعلى نياتك ورجال تحب الخير للجميع. أوف. الا انهم اللي ما فكوك ناشبينهم في حلقك هنا. صدقت والله، ولكن انا يا علي صدقت. انا يا علي انا وياهم، انا الاول ان شاء الله يا حبيبي. ابشر والله بالاول بالاخير. انت الاول في قلوبنا يا عبد الوهاب. الا يا بعد روحي، تسلم والله. طيب علي، اذا في كان عندك كلمه ختام تبي تقولها او اي مشاركه، وقبل كذا معلش خلينا ناخذ صوره انا وياك، نظر الكاميرا. يلا ترى ما اشوف، ترى ما اشوف وجهك. عادي عادي، بس نظر الكاميرا وهم ياخذون صوره. نظر الكاميرا، خلاص اخذنا صوره. تفضل كلمة الختام معك. كلمة الختام طال عمرك أقول بيض الله وجهكم جميع، الشباب اللي معك وأنتم طاقم قناة المجد كلكم، الله لا يهينكم، وارحم الله والديكم، أضفتوا لي كثير، يشهد الله أن يقول صادق وأقولها منا إلين يوم الدين، والله أنكم أضفتوا لي كثير وقدمتوا الشيء الطيب لنا، والله لا يهينكم ويرحم والديكم. قناة المجد ما ندمت أني دخلتها لأنها أضفت لي الشيء الواجد، ومهما وصل من نجاحاتي لا انسى هذه التجربه الجميله اللي الله يبيض وجهكم عليها، تحتنا الفرصه قدمنا شيء وطلعنا جانب يمكن اغلب الجمهور ما كان يعرفه عنا، كلام واجد اللي خطنا واجد، لكن قد هذه اخر الحلقات ويوم الختام، والله اني من صبح ادور يا ولد اقول رب شيء من الابيات تطري علي، لكن والله انه ما طرى علي شيء من الابيات لان الموقف اكبر من الكلام. فاللي انا بقوله للشباب ولكم طال عمرك وللقناة ولكل من هو قايم في القناة، أقول طال عمرك عليك باللي لابد الشانة تنصاع مثل العلاج اللي يزيح الخطورة، والله أنكم مثل العلاج اللي يزيح الخطورة، منكم إلى بد الشان نصيناكم، فالله يوفقنا وياكم التوفيق الطيب، وهذه من أسعد وأجمل التجارب اللي دخلنا فيها. كل التوفيق لك يا علي وبيض الله وجهك، وشكرا لكلامك الجميل، وبلا شك انت إضافة، ومترقبين ومتشوقين لإطلالة جديدة أكيد في أحد البرامج الجديدة إن شاء الله على شاشة المرز بإذن الله. كل التوفيق لك وفي مسيرتك الإعلامية وفي تواجدك اللي مسعدنا بلا شك في تواجدك في الطائف، كل التوفيق لك يا علي، ونلتقي إن شاء الله على خير بمشيئة الله إن شاء الله. في أمان الله. الله يعطيك العافية يا علي.